يعني النهارده الذكرى الثانويه الثانيه لانضمام محمد مجدي قفشه للنادي الاهلي، احد ابرز واهم اللاعبين في الكره المصريه خلال الفتره الحاليه. هو جه الاهلي من هنا وتالق وتوهج من هنا على طول، وقدر ان هو يساهم مع زملائه في كم كبير من الالقاب والبطولات في فتره زمنيه قليله ومحدوده، ولسه عندهم طموح واهداف كتير قوي قوي ودوافع كتير ان هم يحققوا المزيد والمزيد لجمهور النادي الاهلي ولنادينا الحبيب. قفشه من اهم اللاعبين ومن افضل اللاعبين في مصر، وبيتالق وبيتطور بشكل مميز جدا، فنتمنى له كل التوفيق، وباذن الله باذن الله يوصل هذا التالق مع النادي الاهلي. هو بصراحه جاب اهم جون تقريبا في تاريخ بطولات دوري ابطال افريقيا، جون القاضية ممكن في نادي الزمالك في نهائي الكاس. طيب خلينا نبتدي الترند.